لعبة الكراسي اليوم مع حسام الحاج. صيف العراق الساخن على قارعة الاستثمار السياسي، حياكم الله. شهران من الهدوء كانت كافية لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض ساحات الاحتجاج زخمها. الحكومة الجديدة أرسلت رسائل إيجابية للمحتجين، لا بل راحت أبعد من هذا ودزت مبعوثين للاستماع إلى مطالب الغاضبين. أقرت تشكيل مجلس تنسيقي لشباب انتفاضة تشرين ووجهت بإطلاق سراح كل المحتجزين منهم، وطالبت مجلس القضاء بالعمل على ذلك مع المحكومين، وشكلت لجنة للتحقيق بكل عمليات قتل الشباب المتظاهرين. صحيح الكاظمي حقق توافق وطني كبير، لكن أكو أطراف عندها مآرب أخرى، مثلا ليش بدت الحرب على أبراج الكهرباء بهذا التوقيت؟ ليش تحركت بعض الساحات بعد نيل حكومة الكاظمي الثقة مباشرة؟ لكن بعض الأسئلة بعدها حائرة لحد الآن. شنو مصير المتظاهرين المختطفين واللي ما لقوا لهم أثر لحد هذه اللحظة؟ شلون راح تحقق الحكومة الجديدة مطالب المتظاهرين؟ هل فعلا الشباب المحتجين قادرين يتفقون على من يمثلهم بالمجلس التنسيقي الحكومي؟ شنو مصير وزراء الحكومة المستقيلة ممن تورطوا بملفات فساد ويطالب المتظاهرون الآن بمحاكمتهم؟ كل هاي الأسئلة وغيرها راح أناقشها مع ضيوفنا الكرام، كل من السادة القاضي منير حداد والناشط المدني والقانوني طارق المعمور. أهلا وسهلا، تفضلوا شرفتونا. شكرا. أهلا وسهلا. هذا الكرسي أستاذ، لا جيبه وياك، ليش خليته هناك؟ جيبه وياك. شو سوي؟ ما تريد تبكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. جبتني طارق المعمور. مساكم الله بالخير. رمضان كريم. احنا على ابواب عيد الفطر السعيد. هنيكم وكل عام وانتم بخير. شلون الاخبار؟ ان شاء الله زين. الحمد لله. هواي ملفات اريد اناقشها اليوم وياكم، وابدي مع القاضي منير حداد. ساحات الاحتجاج إلى غاية هذه اللحظة ما زالت تشكل عنصراً من المعادلة، إذا صح التعبير، المعادلة السياسية بشكل عام. فقدت زخمها نوعاً ما، لكنها ممكن أن تعود في أي لحظة، ممكن كورونا أشياء أخرى خلتها تفقد زخمها. برأيك المتظاهرين راح يبقون بشكل مستمر عنصر بالمعادلة، لو ممكن تصير هذه الساحات ساحة مفتوحة للأحزاب وتأثيراتها ومعارضتها وتوافقها وغير ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى جنابك الكريم. حياك. وإلى صديق الأستاذ معموري. يا صديقي كاني مو كلش حابها يعني، بس ما يخالف راح أمشيها يعني. لا والله صديقي كلش ترى عمر يعني. أنا مو كلش حابها، ما أريدكم أصدقاء بهاي اللحظة يعني. المهم لا من المشكلة أنت جبتنا، إحنا ما نختلف. على كل حال فأخي العزيز، طبعا بالنسبة إلى ساحات التظاهرات زين، طبعا بيها كل أنواع البشر. أكو ناس وطنيين حقيقيين موجودين زي. أكو ناس مندسين، أكو ناس من جهات الأحزاب، أكو ناس تابعين إلى جهات معينة، أكو ناس مآربهم طيبة وهم الغالبية طبعا. وأكو ناس طبعا المؤكد أن كل ساحة تظاهرات بالعالم، كل احتجاجات، كل الثورات يصير بها يعني نوع من المندسين. أنا يعني أنا خليني أصوب السؤال أكثر. مندسين متفق وياك، أنا ناس الطب بالجانبين متفق وياك، لكن الآن الحديث بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي عن سيطرة بعض الأحزاب ونصب خيم تابعة لفلان أو لفلان، وهم ناويين يحركون المشهد بشكل أكثر تفاعل وأكثر انحياز بالفترة الجاية ضد حكومة مصطفى الكاظمي، هكذا يقال وهكذا يتم الحديث به. نعم، من المؤكد أنه رجل هو أتحدث لك عن الكاظمي يعني كبداية، أو أتحدث لك عن الجهات اللي هي فشلت 16 سنة في حكم العراق ودمرت العراق ورجعت العراق 1400 سنة حقيقة. من هذه الحكومات السابقة يعني؟ أكثرها مش كلها يعني، بعضها. أكو فترة كانت جيدة. 1400 سنة هواي. لا 7000 رجعونا وداخل العصر الحجر القديم. طبعا دمروا الاقتصاد ودمروا التعليم ودمروا كل شيء في البلد زين، ورجعونا وأذونا مع الأسف. كنا نأمل، أنا واحد من الناس اللي مؤسس هاي الدولة الجديدة اللي بعد هذا كنت في يعني واحد من المؤسسين الدولة هاي الحديثة زين. جبنا قانون وحاكمنا نظام سابق بشره وخيره، يعني كل نظام بيشر وبيخير طبعا زين. وكنا نأمل أنه نحاكم هذا النظام، الناس الوضع يتغير، العالم تتغير، كانت المحاكمة على كل حال شفافة وماكو كمال الله سبحانه وتعالى، ماكو كمال بس رب العالمين. على كل حال شيء على شيء، كانت محكمة لمدة 6 أو 8 سنوات
حكم لي يمكن 18 و16 واحد بالاعدام زين. لكن المحاكم العاديه 125 واحد ينعدم يعني ما عذبنا احد ولا ضربنا احد ولا اعتدينا على كرامه. الامريكان كانوا موجودين بهاي الفتره وشويه يعني مدارين بالهم على هاي التفاصيل. لا 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 هذا هم فرق ممكن نحكي لا 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 امريكا بقت المحكمه بعد الأمريكان. زين والامريكان موجودين ثق. انت لا تقول لي امريكان واحد يقول لي امريكان واحد يقول لي ايران واحد يقول لي ابدا ثق. القرار اللي انا كنت صحفي اروح للمحكمه الامريكان يجيبوه اخي انت رئيس المحكمه سيارات توديه وتجيبه الامريكي مسجون عندهم شنو يعني شنو المشكله يعني اقصد ما عذبته لانه كان بيد الامريكان شلون يجيب المحكمه كل شيء يسوون به شنو شو المشكله يعني زين فما مره من المرات جابوا احد المتهمين شرطه راح يتعدون عليه انا كنت قاعد في غرفتي يعني. زين كل القضاة مو بس يعني خوش زين. اكثر القضاة كلهم خلينا نقول والله شرطه راح يتعدون على واحد المتهمين يعني أنا سلمتهم للتحقيق وتعاقبوا يعني قالوا يابا مو أنت متضرر من النظام السابق قلت لعمي إذا متضرر من النظام السابق لازم أطبق القانون لا لا إحنا شوينا ما سوينا فرق راح خلينا نروح للسيد طارق المعموري وارجع لجنابك مرة ثانية سيد طارق المعموري أنا كنت محضر لك فيديو أنت كلش كنت متحمس وتودي سيارات بيها فراش وبيها بطانيات ها شكرا زينة مو زينة ها زينة زينة مو؟ اي كنت متحمس واحد من الداعمين لهاي الحركة الاحتجاجية ما اعرف اذا كانت اكو مآرب سياسية لو لا والله كنت محضرة للفيديو بس اكو خلل فني ما خلاني اعرضه اسألك وانت قريب لهذا الحد من المتظاهرين هل التظاهرات بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي نفسها التظاهرات ما قبلها مزاج المتظاهرين هو نفسه بقى متطابق لو اكو نوع من الارضاء بعد تمرير هذه الحكومه ويعتبر مصطفى الكاظم بطريقه او باخرى غير منتمي للمنظومه السياسيه السابقه اللي محتجين طلعوا مناهضين لها ابتداء تحياتي لك حسام والاخ العزيز السيد القاضي المحترم ولكل المشاهدين ابتداء ما جرى في اكتوبر والذي استمر لحد الان بشكل او باخر هو اول ثورة شعبية حقيقية مطلبية تحدث في العراق كل التغييرات السابقة اللي مرت بتاريخ العراق هي عبارة عن انقلابات عسكرية وهم يسمونها ثورة أوكي بس هو انقلاب عسكري ما حصل هذه المرة هو ثورة شعبية حقيقية ليس لها أي داعم إلا أبناء الشعب العراقي نفسهم بالتأكيد هاي الثورة طلعت بناء على الإخفاق الهائل اللي بدأ من المنظومة السياسية اللي حكمت العراق ب بأقصى درجات الفشل والفساد من 2003 ولحد الآن الثورة الآن لا نقدر نقول ضعفت ولا توقفت ولكن أكو سبب قاهر العالم الآن كله معطل بسبب كورونا تقول لي تشكيل حكومة الكاظم يعني أنا أجزم لك نتيجة قرب الشديد من الشباب المتظاهرين انه لولا كورونا المظاهرات مستمره ويمكن كان زادت اكثر لان يعني هسه كان زادت حتى بعد نعم نعم الحكومه لسبب بسيط هسه مو طلعوا المتظاهرين وقالوا قيل الحكومه استقالت الحكومه حسام. قالوا نجيب واحد مع مواصفات وجابوا واحد شو نسوي لكم شوف حبيبي حسام ايه؟ الموضوع مو موضوع الكاظمي ولا علاوي ولا الزرفي ولا غيره هنالك مطالب محدده للثوره للمتظاهرين متى ما تحققت هذه المطالب لن يبقى هنالك أي داعي للثورة أو للاحتجاجات زين. الآن بسبب جائحة كورونا يعني خلينا نقول هي هدنة من الله لمصطفى الكاظمي زين. إذا كان بالفعل جاد في الإصلاح ويحقق ما طلبه المتظاهرين لأولها تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء سحب السلاح من يد كل الميليشيات وحصرة بيد الدولة ومحاربة الفساد طبعا هي فد عناوين كبيرة جدا بالحقيقة وصعبة جدا ولكن من يتصدى للمسؤولية إما أن يكون قادر على فعل شيء أو يعني يروح يتكتر على ما يخالف قادر بشنو هسه ما أنت قلت هي مظاهرات مطلبية يعني حركة احتجاجية مطلبية بمعنى أنها تهدف لماذا لإصلاح النظام وليس لإسقاطه منطقي جدا انه احنا نروح نقول لهم يابا احنا محتجين وعندنا هاي المطالب هم يقولون لنا استلمنا مطالبكم روح استريحوا بالبيت واحنا ننفذ لكم هاي المطالب لا لا هذا لا ما قاعد يصير لا تدري تعرف شنو اللي قاعد يصير وحضرتك قريب من المشهد جدا اي شيء يقبلون عليه الكتل السياسيه يرفضون المتظاهرين واي شيء حتى لو هم كانوا رايدين المتظاهرين هذا التضاد مهما يسبب مشكله يا جماعه تعالوا خلينا نقعد نشوف شو تريدون حتى نسوي شوف أولا
الطبقة الحاكمة لم تتصرف مع المتظاهرين بالشكل اللي قلت حضرتك، ما جاء وقالوا لهم تعالوا اعطونا مطالبكم، هسه على الاقل هسه واجهوهم بالطلقات زين وبالقتل. من لا تنسى انه 700 شخص استشهدوا، 21,000 شخص تقريبا انجرحوا، ومنو قال لهم تعالوا اعطونا مطالبكم؟ من هم؟ هاي واحدة. اثنين، حتى في حال اذا اجوا وقال لهم اعطونا مطالبكم، هل تمتلك هذه الطبقه السياسيه ذره من المصداقيه حتى اجي انا او غيري نصدق بوعودهم؟ حبيبي ناس كذابين حراميه، خربوا ما خربوا في العراق، منين تجي المصداقيه حتى اروح اقعد بالبيت يعني بلكي انت قانوني محامي وانت مسؤول قانونيا عن هاي الكلمات؟ اكيد خليك يقيمون دعاوى عليه كله اجمالها عزيزي. هذا كل تقييم. السلطات استجابت بشكل او باخر للمتظاهرين ومطالبهم. لم تستجب اي سلطه من السلطات لاي مطلب من المطالب. السلطه التنفيذيه شكلت لجان على مود تسوي، السلطه شو تسوي؟ التشريعيه الرجال رئيس البرلمان قال انزع سترتي وانزل وياهم الظاهر. نزع سترته يا اخوي قال مهم الضامن عزيزي يعني. خل اذكرك بشيء قال رئيس السيد رئيس البرلمان في اول ايام التظاهرات، طلع اعتقد خطابه طول 25 دقيقه في مشهد بصراحه يعني مضحك. لغى فد 60,000 قانون، الاستثمار بدا، البنايات بدات تصعد، الدنيا صارت ربيع والجو بديع. اسمح لي اسس اسس لا ما صار شيء يا اخي، اسس لرؤيه من زاويته، اسس لرؤيه بالاخير. حسام حبيبي، بعض القوانين النافذه اللي عليها اعتراضات من ضمنها قانون الانتخابات وغيرها من القوانين والتخصيصات الماليه بالنسبه للرواتب الغير منطقيه لبعض الشخصيات، هذه ما دام ثبتت بقوانين فلا تلغى الا بقوانين. هو طلع سوى مجموعه قرارات تشريعيه لا ترقى الى مستوى القانون. هذا مو ضحك، احنا مو زواج حتى يسوي لنا هالشيء. الرجل طلع وقال رؤيته بقت زين، قال راح انزع سترتي. يا اخي ورا ما قال راح انزع سترتي، العالم انذبحت، العالم انقتلت، وين سترته هاي اللي انزعها؟ على, على, على كل حال خليني اروح للسيد منير حداد. بالمناسبه اني بدي احكي تقلي صديقي وتصير وياه وتسوون قولتي غير تفتين يا عم نسوي قولتي غير تفتين تفضل. أنا شوف هو طبعا جماعة، أنا قلت لا، قلت البعض على طريقة حيدر العبادي زين. يعني خاف يدي قاضون يا اللي قاضينا أقول له أنت مو ياهم زين زين. المتظاهرين أنا سميت بالاسم قاضو ترى أنا محامي على كيفك. المشكلة إحنا ثلاث نفس الواحد يعني كبيرة. أدخن السؤال أحمل والديك يعني بعد ما قايل لك كيلو لا يعني. على كل حال اللي يرد اسئله بالنسبه لموضوع المحتجزين من المتظاهرين من المحتجزين، الحكومه شكلت لجنه لتقصي الحقائق فيما يتعلق طبعا وانطت اوامر للسلطه القضائيه. هاي الاوامر تقول انه يا جماعه طبعا السلطه القضائيه استجابت بشكل او باخر، لكن البعض يتحدث الى الان عن وجود مغيبين من المتظاهرين. هل يعقل انه العراق بسجون سرية يحطون بيها متظاهرين أو معارضين أو شيء آخر؟ ما أدري ليش دخل الجيجار أنت والله ما أدري بس كمل. شوف أخي العزيز مال أكو سجون سرية طبعا من 2004 لحد الآن يتحدثون عن سجون سرية، كثير من الناس اكتفوا كما في نظام صدام حسين طبعا في السابق، الأنظمة السابقة مو بس صدام حسين. سجون سرية سواء كانت سياسية أو معارضة أو سجون سرية اللي بسبب هاي التظاهرات الأخيرة اللي صارت، كثير من الناس انفقدوا يعني جهة ما، مو شرط الحكومة خفتهم، يجوز ميليشيات، يجوز ناس معادية، يجوز ناس متضادة، يجوز ناس ضد الحكومة تسوي هاي الأفعال، يجوز ناس أخفوا نفسهم، يعني أكو يعني اختلافات كثيرة بهذا الموضوع. الحكومة حاليا طبعا بما أنه رئيس الحكومة هو رئيس جهاز أمني ورجل هادئ طبعا حقيقة، يعني مو المتحدث الرسمي ولا طارق المعموري إلا يعني حقيقة بدايته كانت بداية جيدة، شخصيات بعض الشخصيات اللي عرضها يعني نالت ثقة الشعب زين. مثل وزير الداخلية شخص محترم رجل يعني على فكرة ذولا كلهم معروفهم زين، يمكن بس وزير الصحة يمكن أعرفه، مجموعة أشخاص يعني كفؤين حقيقة ونزيهين ومهنيين. خليني موضوعي عندنا سجون سرية بالعراق، أنت كنت بالسلطة القضائية موجود رئيس محكمة، عندنا سجون سرية ممكن يستخدمها أي إن كان حزب ولا سلطة عامة ولا أي شيء، عندنا سجون سرية، عندنا ناس مخفيين بشكل فعلي بهذه السجون السرية لو لا؟ والله يعني ما يعني مو مسؤول، بس هو المسؤول هو رئيس وزراء، رئيس وزراء حاليا الرجل أمر بسيد وزير الداخلية بتشكيل لجنة. أنت ما تعرف معلومة بس تحليلك رؤيتك معطياتك كثير من الناس يقول لك انفقدوا، أنا واحد اليوم من تركيا قال
أخوي مفقود من سنوات. زين. قال أجابوا لي معلومات عنه في أحد السجون وبعدين أخوي مختفي. المختفين موجودين كثيرين. تعال محمد جيب. بس هو أنت تحاير وراح يطفي. وأوانه محاير. من يخفيهم هاي المشكلة. يعني أكو جهات عديدة لها مصلحة تخفي. أكو ناس ضد الحكومة وأكو ناس مع الحكومة. أكو حتى ميليشيات أكو تشتغل ضد الحكومات حقتها. يعني هسه هذا الرجل الكاظم عليه حملة كبيرة. يعني شالت قبل ما يصير رئيس وزراء أيام الكهرباء ما تنطفي. زين. شبعون انطفاءات هسه. البنزين صار لأربعة أيام بنزين حسن ماكو. في إطار هاي الحملة الكبيرة البعض يعتقد أنه ساحات الاحتجاج ممكن تستخدم. ممكن تستخدم بالضد من هاي الحكومة. لا موجودين. ممكن تحرك. طبعا. موجودين كثير من جهات معينة بتريد الحكومة تنجح هاي الحكومة. ربما مصطفى الكاظمي فرض عليهم. يعني كان بديل للزرفي اللي هو أكثر تطرفا من الكاظمي. الكاظمي يعني عنده نوع من المرونة نوع من الهدوء. الزرفي كان رجل متطرف أكثر شدة. مو متطرف هاي شوية كلمة ما هالقد بهالأيام. يعني أكثر شدة. يعني أكثر شدة زين. واضح جدا إنه أنا أريد أسوي بيكم كشلون طارق المعموري مو مثل يعني مثل منير حداد. يعني شوية هذا. طارق المعموري واحد اثنين ثلاثة أربعة. من حداد شوية بمجال. فوزير سيد رئيس جهاز المخابرات رجل هادئ إعلامي. رجل خلال هاي الفترة اللي وجوده في جهاز المخابرات ما عرف عنه بأي نوع من أنواع الفساد. يعني ما يبحث عن المال وهذا شو بوع. أقول لك في الشغلة بكل التاريخ. كل تاريخ البشرية من أبونا آدم لحد الآن أي شخص ما يبحث عن الفساد وعن السرقة وعن البوق تأمل به خير. هذيك الحكومات السابقة المناصب تنباع بالتليفونات أنا قاعد يخبروني يابا بخمسين شدة تتعين بفلان شيء زين زين فلان منصب فلان هذا الرجل لحد الآن ماكو هذا الشيء موجود. خليني أعوفك تكمل جيجارتك زين ها على ما أرجع لك فد شوية. خليني أخذ رأي سيد طارق المعموري. السجون إشاعات يا أخي. هاي السجون السرية همين الحكومة لها أضداد ولها ناس تريد السقطها سواء هاي الحكومة أو اللي قبلها. خلينا نقول النظام السياسي هم عنده أعداء مثل ما قال السيد القاضي أنه أكو بعض الناس أخفوا نفسهم وادعوا أنهم مختطفين ومغيبين لمآرب شخصية ربما مآرب سياسية وغير ذلك. أنتوا تعتقدون في ساحات الاحتجاج أنه فعلا أكو سجون سرية لو هذه القضية قضية استخدام سياسي؟ شوف حسام أولا أنا لست متحدثا عن الشباب ابدا من زاويتك كناشط كقانوني كداعم اي من زاويتك. شوف عزيزي احنا رجال قانون اذا اريد نقول اكو فلان شيء لازم نجيب دليل. زين طبعا لحد الان ماكو شيء ملموس ولا اكو مكان معين نعرفه انه هذا عباره عن سجن سري ولا اجى طلع لنا واحد وقال يابا انا شنت بسجن سري وما حقق وياي قاضي تحقيق او محقق عدلي قضائي العفو او ضابط في احد الاجهزه الامنيه. بس هو السؤال يعني اترك الكل السيد رئيس الوزراء الجديد أمر في أول يوم بإطلاق سراح كافة الذين اعتقلوا أو حكموا كذا على موضوع التظاهرات. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم طلع بنفس اليوم اتخذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تطبيق هذا التوجيه. زين طيب توفيق التميمي وين؟ مازل لطيف وين؟ على سبيل المثال عدد كبير من الناشطين اختفوا. عندي قناعة أن الأجهزة الأمنية العراقية الآن تمتلك من القدرة على أن تكتشف أي جريمة ممكن أن تقع في البلد. يعني موضوع الاختطاف على سبيل المثال البلد ترى متروس كاميرات. أكو منظومة كاميرات رهيبة. إنشال منا كاميرا توديك الكاميرا إلى أن تعرف وين راح. طيب ذول المغيبين وين؟ سؤال المهم جدا. زين. أوكي فأكو شيء بالموضوع ولكن تقول لي عندنا قناعة أكو سجون سرية لا هذا ما ثبت حتى المريض نتهم وبدون أن نقدم دليل. العفو. زين شوية متشائم بالطرح يعني شوية تنظر لنصف الكأس الفارغ ما تنظر للكأس نصف الكأس المليان. الكاظم الرجل منفتح راح يسوي مجلس تنسيقي مدري سواه ديدز للمتظاهرين مجموعة من الموفدين شوية قلبهم كبير يسمعون غضبهم يستوعبون حتى عصبيتهم يحاول بطريقة أو بأخرى أنه يخلي صوت للمتظاهرين بداخل الحكومة. كل هاي مو خطوات زينة إيجابية ممكن تودينا لمطالب أكبر. ممكن مازن لطيف الله يفك أسره وتوفيق التميمي ممكن يطلعون في يعني في غضون هذه الجهود وفي أهدافها وتوجهاتها. أولا هاي واجباتها يعني زين. أكو شعب ثائر وهو الآن رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة من واجباته أن يتحاور مع الشعب أنه أنتم مشتردون يعني شنو مطالبكم مثل ما تفضلت بالبداية حتى ممكن يحققها. ولكن بعض التطمينات البسيطة لا تكفي
لأن نقول أنه الثورة حققت أهدافها أو أنه الطبقة السياسية أو الحكومة أو المنظومة السياسية بدأت بالاستجابة للمطالب. المطالب كما قلت محددة وجوهرية، هي ثلاث مطالب بالأساس. متى ما بدأ السيد الكاظمي في اتخاذ الإجراءات الفعلية في التصدي لهذه الملفات، أقسم لك بالله هذا الشباب كله راح يسويها ويحتاج وقت هو. وأنا أنصحه نصيحة أن نستخدم ساحات التظاهر كعنصر ضغط على من يريد أن يفشلك، ولكن قدم لهم إجابات شافية ووافية وخطوات فعلية حتى ممكن أنه تستخدمهم، مو تستخدم العفو يعني تستخدم وجودهم كورقة ضغط على المعارضين لهذه الإصلاح. زين سيد القاضي منير حداد، أنا حتى مصر دعاية لهذا الواكيت مال جيجارة مار البورو، يعني انت دخنت في الاستوديو من حاكمة صدام ايش سويت؟ بس انا دبتين. خليني اسالك، ليش ننطي بعد للجرائم مثل السيد طارق ده ينطي هذا البعد؟ ليش ننطي بعد لجرائم جنائيه في عمقها جنائيه ونحولها الى جرائم سياسيه ذات بعد سياسي ونتهم بها جهات؟ يعني هسه اي واحد ضد الميليشيات اللي احنا نسميهم ميليشيات يختطف واحد وخلص، هو بمأمن أنا إذا اختطف واحد وحطاني ما حد راح يشك بيه، راح يذبوها برأس الجماعة. إيش دعوة البعد هذا اللي قاعد نلعب باتجاهه؟ يعني والله أخي العزيز شغلك بيت شغلة، يعني هسه لو تتكلم عن كل أنظمة مش بهذا النظام، حتى في النظام السابق واللي قبله وعبد الكريم قاسم وحتى الملكية، زين إذا تمشي تحكي بهذا المنطق فهذا المنطق اللي يستخدموه الكل. زين يعني نظام عبد الكريم قاسم صار أنا دا أنقل ناقل الكفر ليس بك، أنا دا أنقل وجهة نظر، أسألك أسئلة الشيطان يعني بالنتيجة أنتوا ليش تنطون بعد سياسي لجرائم بمحتوى جرائم جنائية؟ أخي العزيز يعني هم يعني ماكو يعني المنطق يقول زين بأنه هذه جرائم سياسية. المنطق شلون فكك لي مثل يعني شنو فك يعني شخص واحد شخص يطلع يتظاهر ضد الحكومه السابقه، الحكومه حتى ما عندنا ماكو عندهم اي ضد السلطه، خلينا نقول ضد السلطه عام. السابقه والحكومه السابقه قربطت كثير طبعا زين. كان اكو فساد كبير، كان اكو مشاكل كثيره، جماهير الضربه ومتظاهرين الضرب اعتدوا عليهم واستخدموا السلاح الحي، يجب ان الاشخاص اللي يستخدموا هذا السلاح الحي يقدموا العداله. هذا المنطق وهذا القانون والعقل والدين هم يعني والاخلاق والضبط. فإذا يعني ما تتهم جهة ما فكيف يعني شنو التقرير تقرير المبعوثة الأمم المتحدة بالعراق اتهمت بشكل واضح بعض الجهات الأمنية وجهات سمتها بالجماعات غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالمساهمة في قمع التظاهرات سواء بالقتل المباشر أو بالاختطاف. إيش قد راح يفيد هذا التقرير الأممي تحركات الكاظمي باتجاه تنقية الأجواء والمتظاهرين على الأقل أو على الأقل كشف الجرائم التي ارتكبت بحقهم؟ والله أخي العزيز أنا سيد الكاظمي رجل هو أنا شو اللي يحدد عن شفته رجل عملي يعني انقطعت الكهرباء راح الكهرباء انقطع كذا يعني عنده يسوي حل. نعم هناك حرب عليه، أنا أقول لك حرب عليه، هذا مود مين جاء يشوف وين جاء. أخي العزيز إذا يريد فعلا وجاد فعلا فيجب أن يقدم رؤوس الفساد ورؤوس الإجرام إلى العدالة، يقدمهم رسمي مو يقدموهم بالتليفون يطلعوهم، لا يقدم رؤوس الفساد المحاكمة. إذا ما يقدر يقول لهم الله محمد عليكم أنا هذا اللي سويته وما أقدر، عنده دعم دولي هو طبعا دعم إقليمي دعم دولي حتى إيران ما عنده مشكلة. من رؤوس الفساد؟ من هم رؤوس الفساد؟ كل ها ما أنت ما تعرف كلهم رؤوس الفساد كلهم. سمي لي ثلاثة ما يصير سمي والله حسيت تلاقونا باب هذا ويضربونا كاتب احنا نقول رؤوس الفساد رؤوس الفساد حتى نعرفهم كل الناس تعرفهم كل الناس وانت تعرفهم كلهم تعرفهم بلدك اول واحد اخي العزيز 1000 مليار انا قلت لكم صداقتكم مو كلش عادي اخي العزيز كل الناس تعرفهم 1000 مليار اختفت. زين زين بنفس الصدد اريد اسالك سيد طارق، بنفس الصدد اللي يتحدث عنه سيد القاضي فيما يتعلق برؤوس الفساد، هناك مطالب من قبل المتظاهرين بمنع سفر بعض الوزراء الموجودين بحكومة عادل عبد المهدي لأنك اتهامات مباشرة لهم بارتكاب مخالفات قانونية بارتكاب جرائم فساد ربما. البعض المقابل أيضا يقول بأن هذا استخدام سياسي، شوية تلحقوا يبوقوني سنة زمان ونص هاي السنة كانوا هم بدون صلاحيات ما عندهم صلاحيات كانوا تصريف أعمال فهم جزء من استهداف سياسي البعض يعتقد. انت سامع اكو مثل يقول لك يبوق الكحله من العين، ترى ما يحتاج للموقت حتى يبوقون، ما يحتاج للموقت هواي.
المطالبة بمنع سفر، أنا شخصيا أطالب بمنع سفر كل مسؤول عراقي تسلم منصب تنفيذي من سنة 2003 ولحد الآن. البوق ما بدأ بس بحكومة عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي سنة، أكو 16 سنة قبل عادل عبد المهدي. الميزانية الانفجارية مو بزمن عادل عبد المهدي، أكو مئات المليارات من الدولارات اختفت بدون احنا ولد بغداد وولد العراق ونعرف شنو اللي يتغير عندنا. بالعكس كانت اكو منشآت خدمية تمارس دور معين، الان بفعل الاندثار بفعل القدم انتهت راحت يعني تقبل الله. اكو بعض الجسور انا مرات في وقت الازدحامات من اصعد على جسر اقسم بالله اخاف، اخاف يوقع لان إيه لانه قديمة يا اخي. شفت تتذكر حملة الشمة اصلاح جسر محمد القاسم؟ طريقه مخزيه صورتها الناس وطلعتها بوري خلوه بوري. يعني شنو اللي سووه؟ هذا المال وين راح؟ شوف اكو طريقه كلش بسيطه، احنا عندنا اجهزه رقابيه، هيئه النزاهه، ديوان الرقابه الماليه، المجلس الاعلى لمكافحه الفساد، مع كل احترام والتقدير لهم. هاي الجهات حتى الموظفين بهم تابعين الاحزاب وتابعين شخصيات والكيانات و وكو تداخلات وكو خوف وكو كذا. أنا أعتقد أي رئيس وزراء يريد بالفعل يكشف الفلوس وين راحت، أكو طريقة كل سهلة وأنا حاشيها بألف مرة بالفضائيات. شركة محاسبية أجنبية والله كادر ما يجاوز 100 واحد، مو أكثر من 100، أغاد تعطيهم 10% من قيمة الفساد اللي راح. بس بالأخير كل النخبة السياسية متهمة، منو هذا اللي يجيب هو الشركة؟ لا مو هو الشركة المتظاهرة رئيس الوزراء، رئيس الوزراء إذا يقول أنا أريد أكافح الفساد زين. جيب ذولة وطيهم كم غرفة وجيب لهم الملفات، والله العظيم راح يتبعون لك $100 اللي أخذها طارق هسه وين موجودة؟ بيا بنك يطلع لك إياها، يقول لك بهاي الطابوقة بفلان بناء زين، أجهزة عملاقة عندهم إمكانيات هائلة منطقية. اللي يريد اللي اسمح لي حسام الرئيس الوزراء إذا كان جاد في المحاسبة فهاي الطريقة الوحيدة. أما أنه تقول لي هاي الهيئات الرقابية أخي ما سوت شيء، ما سوت شيء هالهيئات حاولت، ما أريد نغمض جهدهم، حاولت ويعني قامت ببعض الإنجازات، ولكن أكو رؤوس كبيرة يعني ما تقدر توصلها. هو منطقيا مكافحة الفساد هي عملية تضامنية، يتفق الجميع في مكافحة الفساد حتى لو كان حليفي بحزبي ما أعرف شنو أخويا بن أخويا وكذا. هاي العملية التضامنية ما متعلقة فقط برئيس الوزراء، متعلقة بشكل عام لا. بالمنظومة السياسية لا، هل لا. المنظومة السياسية مهيئة لأن تذهب بهذا الاتجاه؟ المنظومة السياسية فاسدة وغارقة في الفساد حتى أذنيها زين. ولا تنتظر منها أن تقدم نفسها للعدالة وتدخل في قفص الاتهام لغرض الاختصاص منها. وعليه رئيس الوزراء يجب إذا كانت عنده نية بالفعل فعليه أن يتخذ هكذا قرار. كل فاسد وكل كتلة فاسدة لن تجرؤ على الدفاع عن فاسديها علنا. والقضاء موجود، والقضاء متى ما تحرر من الضغط ومتى ما سحب السلاح المنفلت والقاضي صار حر بنفسه، قضاءنا نزيه ومحترم وجريء ويستطيع أن يصدر كل القرارات التي تؤدي إلى تطبيق القانون. بالمناسبة اترك الجنب السياسي، احنا نحكي عن أنه جرائم الفساد وجرائم اللي صارت على المتظاهرين جرائم تنطبق وفق أحكام قانون العقوبات. بس هذا إطلاق، هذا إطلاق، والإطلاق ما مقبول بالحقيقة. طيني واحد، طيني واحد. لا يعني هذا الشعار كلكم حرامية شوية قاسي. كلهم أكيد كلهم. لا مو كلهم، لا البعض البعض. لا أنت قانون يقول البعض، يقول جزء، يقول لكن نقول كلهم صعبة شوية. القضاء السيد منير، القضاء العراقي أكو ثناء على ما يقوم به القضاء العراقي، يعمل على قدم وساق بطريقة أو بأخرى. رئيس الوزراء لجان مجلس النواب، إحنا بنتحدث ويا لجنة النزاهة مجلس النواب، يقول والله إحنا قدمنا هذا الملف لهيئة النزاهة، قدمنا للقضاء والباقي يبقى على القضاء. القضاء ما إلا دور، يمكن يكون دور مفصلي في مكافحة الفساد. بإيطاليا عندنا تجربة، قاضي واحد قضى على 80% من الفساد في دولة بها مافيات طبعا مثل العراق. مو بس بإيطاليا، حتى بأمريكا بدايات القرن كانت أكو مجموعات من الشرطة يعني قصص حقيقية، هاي مو قصص خيالية، كافحة مافيا في أمريكا كانت قوية في شيكاغو وأسست مجلس مثل ما يقول هو هذا المجلس المحاسبي وتتبع الأموال وكذا زين. انتصروا عليهم في دعاوى وأودعوا أكبر عصابات مافيا الكوريوني اللي موجودة في أمريكا، ودعوهم السجن وحاكموهم، ما شنقوهم يعني ما ضربوهم كيميائي بس قدموهم المحاكمة وتحاكموا يعني بالتالي القضاء بالعراق يقع عليه دور كبير.
والله عندنا قضاء نزيه وشجاع. عندنا قضاء نزيه وشجاع وكل الثناء والاحترام إليه. بس السؤال محاربة الفساد مثل ما قلنا مسؤولية تضامنية، ايش قد يقع على القضاء والقضاء ايش سوى بهذا الاتجاه او ليش متأخر بهذا الاتجاه لحد الان؟ ما ضابط الامور كما يجب؟ لا، هم القضاء اللي موجود عنده من وثائق ومستندات مثل ما قال استاذ طارق ما تكفي. لا يجب ان يكون هناك ذوات اختصاص. هذا شو شغلتي يعني، ولا شغلة طارق المعموري ولا شغلة قاضي محلي. أكو ناس شركات فعلا تتبع الأموال بأي مكان بالعالم ويجيبوه. وهي العملية ترى جدا سهلة ومو صعبة. وفلوسهم ترى كلها مكشوفة. ما حد عنده فلوس مضمومة. نص الراحة أنا بلبنان بشرك 13 مليار. راح أرجع لك على المعلومة. 13 مليار باقين لبنان أخذوهن. من وش وقت هذا الحكي؟ هاي بالأخير. ذاك اليوم؟ شنو تفاصيل هالعملية؟ والله ما أدري. طارق على قولت أبو حمزة يقول والله ما أدري. لا هي مو موضوع أبو علي. لا اسمح لي، مو موضوع أنا أقعد أفصل لك إياه. إحنا سياسيين معروفين وين. جزء منهم دبي، جزء عمان، جزء بيروت. بيروت انهارت العملة، لبنان انهارت العملة، البنوك اللبنانية أفلست، حتى الدولة اللبنانية عجزت عن تسديد التزاماتها. الآن ماكو دولار بلبنان، حتى يعني أنت مودع بالبنك دولار يعطوك بالليرة اللبنانية. فأكيد الأخوة الأعزاء اللي مودعين بلبنان راحت فلوسك يا صابر. يعني أنا عندي 3000 دولار بنك الاعتماد اللبناني. الثاني السؤال اللي راودني حضرتك والسيد القاضي تردون تذبوها براس الكاظمير وذهب يا أنت وربك يا موسى ونحن هنا قاعدون. الكاظم يروح يورط روحه بهاي القصة الكبيرة، وإحنا على مستوى برنامج ما نقدر نسمي واحد من هاي الأسماء خوفا من المساءلة القانونية والقضائية. الأمر هل قد سهل؟ شو الكاظم شرح يسوي؟ لا يجيب واحد يقول له تمسوي ما يخالف، لا يسوي ما يسوي، بس هو بالأخير الدخول بهاي المساحات ما هين، مو قصة هينة يعني. شوف حسام، أولا تسمية الفاسدين بالاسم هذا مو شغلي أنا كمحامي أو كناشط مدني ولا شغل السيد القاضي. هذا مو شغلنا إحنا. هذا شغل الأجهزة التنفيذية الرقابية والجهاز القضائي. زين. طيب تقول لي يورط نفس الشيء يورط، هو ليش هو منه؟ هو طارق قاعد ببيته مثلا؟ هو رئيس وزراء، رئيس دولة، رئيس السلطة التنفيذية، رئيس الهرم الإداري في العراق، هو صاحب القرار. هذا شغله، هذا واجبه. بعدين لما يريد يكشف أسماء الفاسدين عنده ما يحميه. وإذا ما وفر للقضاء الضمانات والحماية اللازمة والكافية ثق لن شوف. أكو موضوع مهم جدا، الفاسد إذا طلع وجبت عليه دليل ثق ما حد راح يوقف وراه. والله أهله قرايبه عشيرته ناسه راح يبرون من عنده، راح يقولون هذا فاسد، هذا سارق. لأن في أي وقت من الأوقات لم تكن جريمة السرقة والفساد الإداري شيء ممكن واحد يتباهى به الناس. رئيس الوزراء ما تجي تحاسبه مثل ما تحاسبني أنا. عندما يمتلك إرادة سياسية حقيقية في ضرب الفساد ثق بالله سوف ينجح، ولكن عليه أن يتبع الطرق القصيرة اللي توصل إلى ملفات الفساد. أبو علي أنت تخاطب رأي عام بالسوشيال ميديا ولا بالإعلام ولا بأي مساحة، والرأي العام متأثر بثقافة كلكم حرامية. حقيقة بعض الرموز الذين يخاطبون الرأي العام هم معاتبين. يعني اليوم من يجون على حسام لو على طارق يقولوا له قوم رشح وادخل بالعملية السياسية، أول شيء يحسب له حساب هو أنه أنا باكر إذا صرت بالبرلمان راح يقولون علي حرام. إيش قدك بالبرلمان؟ الناس متورطين بهاي السالفة، المساكين هم ما عندهم شيء، بس هم متهمين لأن أكو عمومية، أكو تعميم على الجميع بطريقة أو بأخرى. ليش النخبة اللي تخاطب الرأي العام ما تركز على هاي القصة، ما تحاول تفصل؟ بمعنى أصح ليش ننقل دائما نصدر صورة سوداوية للبلد؟ يعني ما آن الأوان إنه إحنا نفكر بعملية تضامنية مع من يريد أن يفكر بتطوير البلد. أولا ما حصل في العراق من 2003 لحد الآن يا أخي لا بصيص أمل ولا أي يعني أي شيء ممكن يخليك تتفائل. شنو اللي تغير الآن؟ أنا أقول لك للأمانة هاي الحكومة ما سمعنا انه انباع منصب وانباع وزير، وهي لاول مره. اما الباقيات ترى بشرك علني كان صحيح. علني وبالارقام وطلعوا ناس وحجوها ويقدر اي مسؤول تنفيذي او قضايا يحرك قضيه بها. هاي الحكومه لحد الان ما سمعنا هيك. بعض الوزراء الموجودين بها امانه كفاءات زين ومحترمين جدا، وبعضهم نعرفهم، بعضهم اصدقائي واعرفهم ومتامل بهم خير زين. احنا خلي اقول لك شغله مهمه، احنا قبل ان نشوف بوادر جدية من الحكومة أو
من الطبقة السياسية وتحديدا من الحكومة اللي هي صاحبة القرار في أن تقوم بأعمال بالفعل يعني ملموسة. ما نجي نقدر هسه نقول يا بفلان زين وفلان مو زين، لا خلينا نشوف، خلي شوفنا أول مرة، خلي شوفنا، وأنا أضمن لأنه هاي المتظاهرين كلها راح يصير وياه، بس خلي يتخذ إجراءات حقيقية. يا أخي هسه ما صارت يعني صار كم يوم بدأ الحر وتفضل شوف الكهرباء تجي ثلاث دقائق مو منذهب رأس الرجال صار لك لا مو هذا قصدي. هاي الطبقة اللي صار لها 17 سنة مسؤولة عنها، تعال الفساد وين كان؟ ليش صرفنا لحد الآن أكثر من 40 مليار دولار إذا مو أكثر على منظومة؟ مصر كانت محتاجة 24 ألف ميجاوات، تعاقدت ويا سيمنز سنة ونص بدون إعلام وهوسة، 9 مليار يورو توليد كان لا 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 هي فنيا. أنا سألت وزير الكهرباء قالت مصر كان محتاجين توليد مو توزيع ونقل وهاي التفاصيل وبنية تحتية، لذلك قدروا يسووها. الإنتاج ما لنا مواصل، الإنتاج ما لنا مواصل لتغطية الحاجة، احنا محتاجين توليد سنة ونص بتسعة مليار دولار اعطوهم اعتقد 24 او 14 ألف ميجاوات ما اتذكر بالضبط. وبالمناسبة انا اليوم قرأت تصريح لوزير الكهرباء انه العقد مع سيمنز تأخر بسبب قلة التخصيصات. طيب ما مصر ما دفعوا كاش، دفعوا بالآجل بالآجل وانت تجي تبيع منطق كهرباء، تجي تبيع للمواطن 60% لك كدولة و40 السدة لسيمنز. شوف اكو حلول هائلة لكل المشاكل، ولكن اذا تقول لي الحكومات السابقة مثلا تتصرف بهاي الطريقة ايش راح تقبض؟ اولا سيمنز ما تطرشوه، خلي بالك شركات الألمانية ما تطرشوه، مستحيل. هاي الصينية وغيرها اللي هم تعاقدوا وياها هاي الشغل الكومشينات والرشاوي والشغلات، ولا سيمنز ممكن تجيب لك محطة قديمة وتصبغها مثل ما سواها بعض وزراء الكهرباء. هذا الطريق اللي يجيب لك الخدمة فورا هذا ما يفيد الناس اللي تريد تستفاد. احنا نروح حسن حاسب الوزراء السابقين، الحكومات السابقه للمنظومه السياسيه ما العام هذا طبعا ما العام منو سحاسب منو انا دوجلك يعني انا اجيب نائب هو صلاحيته رقابه وتشريع. ليش ما عنده اي ما عنده ميزانيه، لا عنده تنفيذ، لا عنده وزاره، لا عنده سلطه معينه، على شنو ما قلنا نواب؟ اسمح لي استاذ حسام نطلق نقول بالمطلق على الجهاز التنفيذي. لا تنفيذ قال تنفيذ هو تشريع. خل اقول لك فشل، ترى اوجه الفساد عديده، ترى مو بس الاختلاس، خلي بالك وجود شخصيات مثلا لمده طويله جدا بدون يعني بدون سند قانوني. تعرف الموظف يتعين بالموظف الكبير اللي يتعين قبل بالتصويت بالبرلمان. صحيح. هناك كثير من الشخصيات من الهيئات المستقلة تحتاج إلى تصويت البرلمان ومصوتين عليهم يداوم 10 أنا أغلبهم 90% من عندهم هنا. هذا وجه من أوجه الفساد. جيد هنا بهذا الصدد. إذا تقدر إذا أنت أي واحد من هذول الأشخاص الأقوياء اللي هم أقرباء الكبار طبعا كل واحد هذا جايب نسيبه ترى ماكو واحد جايبين من الشارع على فكرة. إذا أنت رجال أحكي واحد منهم. أنا صارت حادثة قدامي لأحد رموز هذول الفساد زين بدون مسمى شخص ما راح اقول لك الاسم. لا 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 مسوي شير يا الرجل مسوي شير رجل يعني انا لسه طارق المعموري دائما هو يعلق له ويعلق لي زين مسوي شير او يسوي ضحكه او يسمونه كذا لا بيطوب ذاك بالمحكمه سواه فيلم. لما رحت انا شخصيا اخذت واحد اياه وقعدت ويا اهله يقول اعطيني 6 مليون دولار وانا اتنازل عنه. عجيب والله العظيم 6 مليون دولار سوي شير شنو يا سوي شير فساد حقيقي في احد الجهات برا بالخارج اثبتت بانه هذا الشخص مو نظيف ومو عدل. زين لما رحت انا اخذت شيخ من شيخ هذا الرجل وقعدنا وياه يقول اعطيني 6 مليون دولار وانا اتنازل عنه. انا كل شيء بيدي انا اقدر احكمه وعدمه والله العظيم. شنو هذا زعيم بكتلة سياسية نائب بس لا تقول لي من هو بس حتى افتهم هذا ليش قوي حتى قوي ليش قوي ليش نسيب فلان نسيب مو نسيب قبل مدة واحد لزمه متلبس نائب بالبرلمان وتابع الكتلة كبيرة هاي الكتلة ما وقفت له عافته وراح انحكم ومشي وراح ما اعرف منو هذا اللي يوقف للفاسدين او يوقف بهاي الطريقه ويكون قوي ويفرص اخي العزيز تتامل من السيد 6 مليون شنو اخي العزيز 600,000 وهساني اقول لك اتامل من السيد المالكي السيد الكاظم المالكي على الثاني حكمنا هوايه ما شاء الله وحفظناه نتامل به الخير يعني بانه هاي الوجوه تتغير باسرع وقت. هاي الوجوه اللي ظلت بدون وجه قانون بوجه حق بدون ما يعني اللي يحتاج مرسوم جمهوري يحتاج تشريع برلمان بالوكاله شنو هم هذول شنو هالعبقريات هذه واحد خريج كليه دينيه يخلوه في وظيفه هندسيه ويعني
عدم الاختصاص هذا وجه من أوجه الفساد. الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب هاي وجه من أوجه الفساد. أنا أرد أتوجه بالسؤال للضيفين الكريمين بآن واحد وأخذ رد السيد طارق المعموري بالبداية. ما هو المطلوب من هذه الحكومة؟ شنو اللي نريده من هاي الحكومة؟ إحنا قلنا نريد حكومة مؤقتة تهيئ الانتخابات مبكرة، بمعنى أنه مطالبنا لازم ما تكون مطالب استراتيجية ذات مدى بعيد. وهل هذا الأمر مفهوم بالنسبة للمتظاهرين ولا لا؟ شوف أستاذ حسام، سواء كانت حكومة دائمة أو بالمناسبة ماكو على أجندتهم انتخابات مبكرة، انسى هذا الموضوع ولا يهمهم ولا بقى عمل. هو صعب يصير، هو صعب أصلاً للأمانة صعب. على وين على خلينا نجح. شوف المطالب الثلاثة الكبرى اللي قلتها: تقديم قتلة المتظاهرين، محاسبة الفاسدين، حصر السلاح بيد الدولة. هي ببساطة بكل بساطة هي تطبيق للقوانين. احنا ايش طالبين من الحكومة؟ طالبين منها ان تطبق القانون مو اكثر من هذا. وخلي ارجع لك شوي، لما قلت لي انت تعمم تقول كلهم يا بعمي كلهم شرفاء، كلهم مرضى مال الله، كلهم ضعاف، بس خلي يجون هسه هم رئيس الوزراء ويقولوا له يابا انت مو عندك اراده في محاكمه الفاسدين، احنا كنا وياك حتى تصير اراده تضامنيه مثل ما قلت جنابك. هنا انا راح نبدا نفرز انا اللي او الشخص اللي يجي واثق من نفسه راح يجي يقول له انا وياك في مكافحه الفساد، صح ولا لا؟ بس اللي راح يجي او يحاول يعرقل او كذا لا، ذاك الوقت راح ما تحتاج وقت هاي الاشياء. يعني والله تحتاج يوم واحد معقوله؟ يوم واحد شلون يوم واحد يا اخي؟ اكو ملفات فساد كبرى موجوده ومعروفه ونايمه صار لها سنين. انت تجيب لي واحد اثنين ثلاثه من دول الرؤوس الكبار، شوف الشارع شو راح يتحول، راح يصير وياك اذا عندك المنطقه الخضراء تفرق. وراح يعطيك دافع حتى تجيب الباقين. اخي هذا مال ناس، مال شعب، شعب جاع، شبابنا قاعدين لا شغل ولا عمل. اقسم بالله يا حسام، انا اكو ناس بالفيسبوك ما اعرفهم شخصيا، شباب وبنات ما اعرفهم اصلا، انه عبالهم طارق يعني عنده علاقات وكذا، كلها تريد تعيين ناس ما عندها خبز تاكل. انا هم مثلك. هاي بسبب من بسبب سرقه مالهم اللي سرقوا المسؤولين. هذول ما يست... يعني شو نعوفهم مثلا؟ والله شنو هذا سيد وهذا شيخ وهذا مدري شنو. مع ذلك اكو حركه صحيحه قاعده تصير، يعني قبل مده طلعت قائمه بها 12 نائب مدري ايش قد، اكو طلب لرفع الحصانه عنهم. خلي يعلون الرينج مجلس النواب واقف. خلي يعلون الرينج هاي اغلبها شو اسمه ما نشر قضايا نشر. بعضها فساد، لا بعضها فساد، بعضها القليل بس اغلبها ما نشر. زين سيد القاضي منير حداد، واحده من المطالب هو ما نقول انتخابات مبكره بس نقول انتخابات نزيهه حره قائمه على اسس تكافؤ الفرص وعدم استخدام المال السياسي وحصر السلاح بيد الدوله. الخطوه الاولى سواها مجلس النواب هو اقر قانون، من ثم ذهب إلى تشكيل هيئة قضائية، يعني مفوضية انتخابات من القضاة حتى نضمن نزاهة الموضوع ويمشي بمسارات صحيحة. تعتقد هذا الشيء كافي حتى يودينا الانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة بين المرشحين؟ زين احنا جبنا هيئة قضائية مستقلة ونزيهة وما كنا نقاش بها إن شاء الله. زين تأثيرات الجهات المسلحة الميليشيات الوجوه تأثيرات الداخلية تأثيرات وين؟ على الناس، على يعني قصدك على لحظة الانتخاب طبعا هذا المهم. هو شو قلت الانتخابات؟ أخي لازم الانتخابات تصير يصير عليها تدخل رسمي من قبل هيئة الأمم المتحدة حتى تصير نزيهة. أنا دخلت انتخابات تدخل ورقابة رقابة يعني شاملة وحقيقة مو سوالف. زين حتى تصير انتخابات لا نزيهة و19% شاركوا وال19 احترقت الصناديق. لا ايش قد انتخبوا 19% من المنتخبين وباقي الصناديق على قولة تعال ابو محمد والله 15 مشترك هسه 15 واحترقت الصناديق على قولة هذا فايق شيخ علي النائب وجابوا الصناديق وودوا الصناديق. زين تشبقت الانتخابات من هذول انتخبوا. زين هذا صار، بس احنا نريد كلتنا نجتمع نصير ايد وحده ونروح باتجاه اصلاح المنظومه والذهاب الى انتخابات نزيهه ومبكره. شنو اللي علينا نسويه؟ اول انتخابات من عندنا مبكره تحكي عنها مو واقعيه، لازم رجل يكمل انتخابات نزيهه عشان نتجاوز المبكره. انتخابات لان هذه ماكو عصا سحريه. زين اولا الكورونا والوضع العالمي وكذا، احنا نامل بانه هذه الحكومه انه تحقق الكثير. انا والله صراحه انا متفائل بشخص الكاظم. انا بحياتي ما شايف على فكره مره شفته محمد الشلبي قبل 10 12 سنه 13 سنه
الله يرحمه ابو هاشم، ومره شفته بالطياره سلمت عليه. انا بحياتي مش شفته ولا حدا ما شفته على فكره. زين لو لا، لكن يعني انا اتامل به خير، لان الرجل هو شخصيته مدنيه، وجوده في جهاز المخابرات كل هذه الفتره هذا انحياز. لا لا والله ما عندي شيء، والله ما يصير من عند رجال ما ما دام مدني اني كلش احبه وكلش راح اتوقع له ينجح. هذا انحياز. اسمعني يا اخي العزيز، مو كل الاسلاميين فاسدين ولا كل المدنيين. لا عمي يا اسلام، عندنا الاسلاميين راح يقتلونا يعني، نقصد ولا كل المدنيين يا اسلامي لا تسكتونا بالباب يا اسلامي. عمي قوش وادم اسلامي، خلي اكمل يا اخوي رحمه الوالده، خلي اكمل. تفضل اخي العزيز. هذا الرجل كان جهاز مخابرات فتره طويله، وانا اعرف ناس كثيرين من المفتش العام صديقي راجوحي زين. قاضي زميلي واخوي، وكثيرين من الموظفين كانوا عندي بالمحكمه وكذا، صاروا ضباط ومنتسبين بالمخابرات يعرفون. ما علي اي ملف، الرجل من يهتم بالمال اخي العزيز. اكو ناس جوي للحكومه يحكمون الحكومه السابقه، كثير من الشخصيات اللي كانت في حكومه عادل او حكومه العبادي او فلان او فلان همهم المال. هذا الرجل ما باله انه يسرق حقيقه. حتى الاشخاص اللي جابهم ما بالهم يسرقون. مثل عثمان وزير الداخلية، وزير المالية علي علا، وزير الصحة مثلا زين. الأشخاص اللي يجيبهم الساعدي القائد هذا البطل اللي عبد الوهاب الساعدي، أي هذول الأشخاص ما همهم المال. الإنسان إذا يدي يسوي ترى هاي شوف على قولة المعمور يقول يقول تقدر بيوم واحد كل شيء يصير زين. والله العظيم بيدهم فرصة. كلش ما متفق وياكم بفرصة اليوم الواحد. خليني انتقل على موضوع اخر. برنامج هذا دخل لك والله انا انطيتك وقتك، كمل يا شي الله كمل. اخي العزيز اخي العزيز اعطيك سيجارة حتى تهدأ. والله العظيم يقدر هاي الحكومة تقدر خلال 6 شهور كل شيء تسوي على فكرة. تحقق كثير للناس. الشباب اللي ما يشتغلون ترى احكي لك، ترى القطاع الخاص اقوى من القطاع العام كل العالم زين. عندنا اكثر من 13 مدري 50 الف مصنع كل يسدوهن. احنا روبه لبن ما نسوي. جوله التراخيص اللي سواها الشهرستاني الله يذكره بالخير ان شاء الله. خلي قاضيني الله يذكره بالخير. هاي جوله التراخيص هي اكبر. لا لا غير مسموح يعني جد غير مسموح بالبرنامج توجيه هاي الكلمات بهذه الطريقه. اخي العزيز الجميع محترم، الجميع محترم. اسوء ملف زين. في تاريخ العراق كله من ابونا ادم لليوم. انقد اداء طيب، انقد اداء بس شخص محترم. اخي العزيز خليني زين. شو اللي يصير خليني وانا خسران. تفضل. مفلس بالقافله. لا ما مفلس عن رجال زنقين ومليونير، لا مفلس ولا بطيخ الحمد لله وشكرا. وسمعتي طيبه وتاريخي طيب أكيد. الحمد لله والشكر زين. اخي العزيز انت لو تعرف شنو جوله التراخيص، تعرف شنو جوله التراخيص. جوله التراخيص احنا كان عندنا شركه نفط وطنيه. الكادر اللي عندنا الوطني يقولون هذا ينظر صدام حسين والبكر وقبله وقبله. كان هم يدربون العالم. احنا الموظفين مالتنا المهندسين هو اللي يدرب العالم، هو يدرب البشريه كلها. تالي متالي يجيبوننا ناس قاعد بابو ظبي يجيب طياره واحده من دبي والطياره فارغه بوحده، ويجي ياكل يشرب ويجيب له 20 500 واحد وكلها تسجل علينا وندفع فلوسها. برميل النفط ما ادري بيش صار. تدي اكو دول تنتج برميل النفط بدولار ما ادري بيش. ممكن مراجعه كل التعاقدات من جديد، وممكن وضعها باطارها الصحيح. يعني كل شيء ممكن اقول كل شيء ممكن يعني هذا الملف شلون نعالجه اخي زين. جوله التراخيص شلون ساكتين عليه؟ شلون ساكت عليه الحكومه؟ ما اعتقد احد ساكت عليها. مجلس النواب يدرسها، انا ادري بلجنه النزاهه تدرسها، صار لهم شهرين مدري ثلاثة شهور يردون يتحركون باتجاهها. سيد طارق المعموري، حصر السلاح بيد الدولة حالة مهمة من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وقادر بها الناخب أن يروح يدلي بصوته بانسيابية. عندنا مشكلة نروح بهذا الاتجاه، سواء بالاصطدام المسلح لا سامح الله لو اضطر الأمر أن نذهب إليه، أو بالتفاهم والاتفاق مع من يحمل السلاح. ليس فصائل فقط، ربما عشائر، ربما جماعات إجرامية، ربما أي شيء آخر. المادة 9 أول أنباء من الدستور العراقي زين. تحضر تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة. إحنا من نجري نطبق القانون ماكو حاجة نروح نسوي حرب. هاي الفصائل المسلحة كلها هي عبارة عن جزء من هيكلية وآلية الدولة، مشتركة بالعملية السياسية، مؤمنة أكيد بالدستور وبعلوية الدستور، وهذا القانون الأسمى اللي لازم يطبق. الحكومة ممكن تفتح حوار هادئ وياهم، أنه يعني بتعالوا الدستور يمنع هكذا ميليشيات. إذا صار نزع سلاح طوعي فهذا في شيء كل الزين. إذا ما صار ذاك الوقت الحكومة عندها سلطة في أن تتخذ ما تشاء من إجراءات، عندها مكنة قانونية أن تسوي اللي تريده. بالأخير هاي الفصائل المسلحة اكتسبت شرعية من وجودها في داخل المجلس
النواب بعض هاي الفصائل وعدهم جمهور هو مؤيد انهم يحملون هذا سلاح. القصه قصه قرار هذا يعني. اسمح لي، هذا مو مبرر لمخالفه القانون. ثانيا انا اجي احاجز، انت عضو مجلس النواب اللي انت ضمن هيكليه تشريعيه للدوله، انت مشرع، الا يجب ان يحترم المشرع القوانين؟ يجي الموضوع ثاني، هي مو كل هاي الفصائل، ترى معظم الفصائل الان صارت بالحشد الشعبي، والحشد الشعبي صار له قانون، والقانون يقول انه هاي تابعه لقياده العام القوات المسلحه. بس طريقة إدارة الملف وياهم هو اللي بيه غلط بصراحة. أما موضوع يعني هسه مو كل الفصائل تؤتمر بأمرة القائد العام كما نعلم جميعا، هذه إلها طريقة بالتصرف، هاي إلها طريقة ثانية بالتصرف، بس مع ذلك تبقى هل تعتقد أن حكومة مسؤوليتها هاي؟ هل تعتقد أن حكومة الكاظمي قادرة على النجاح في تحقيق نجاح في هذا الملف، ملف حصر السلاح بيد الدولة والذهاب بانتخابات ما يحكمها المال السياسي والسلاح المنفلت؟ يعني بهاي الفترة هم أرجع أقول لك إذا أكو إرادة سياسية أعتقد سوف يستطيع أن ينجح. الموضوع مو سهل طبعا، ولكن أنا شخصيا وهي أول، أول مرة أقولها. إرادة سياسية لو إرادة يعني إرادة حكومية، هو عزيزي هو رئيس دولة الآن، ملزم بتطبيق القوانين، ملزم بتقديم بعض الإصلاحات المطلوبة من قبل الناس. حتى بالمناسبة هو يعني أنا سألت قلت عصير رئيس وزراء في وجود لا دولة، على شنو جاي؟ على شنو حتى يسجل بالسي في مالتي؟ بس مع ذلك هو يحتاج إلى وقت، يحتاج أوكي. الى وقت فعلي حتى نختبر جديته بهذا النتيجة. عند الإرادة تكون عند الإرادة الحقيقية في الإصلاح، مو فقط السلاح سام، بالانتخابات. شوف بعض دول العالم، كثير من دول العالم حتى ميزانية المرشح يكون ملزم بميزانية معينة بالدعاية الانتخابية. زي أنت تجيبني تحطني بصف واحد عنده مليارات مدري منين جابها، وتعال أنا أروح أتنافس وياه وأنا كل شيء ما عندي. هاي الأمور كلها يجب أن تحسم وبطريقة مثل دول العالم مريد بغير شكل، حتى تؤدي الانتخابات اللي هي مطلب شعبي وهي استحقاق دستوري بالأخير، تؤدي إلى تحقيق التغيير الذي يطلبه المتظاهرون. على فكرة رئيس الوزراء أنطانا رسالة إيجابية قبل أيام، ضرب واحدة من الفصائل بالبصرة واعتقل حراسهم لين طلع من مقرهم نار. هذا واجب الحكومة، هذا شيء زين، هذا يعني واجب الحكومة. أقصد إنه رسالة إيجابية بالأخير. نعم هذا واجب الحكومة. خلينا نشوف الأبرز ما كتب على السوشيال ميديا، لأن المخرج يقول لي بقالك 3 دقائق ما أدري إيش قد. زميلة صحفية أمل صقر كتبت في صفحتها على فيسبوك: إن باقوا أنت ساكت صوتك أنت ترضى بكل شيء، أقبل عيوني. ترجمة، أنا صدق أحتاج ترجمة. أقبل بأن تسرق دون اعتراض أو احتجاج، أقبل ما دمت ترضى بكل شيء، فعليك ألا أن ترضى بذلك أيضا، عليك أن تقبل يا عيني، طالب حقك لا تسكت وفضحهم. خليني نسأل شوف القاضي شنو يعلق على اللي قرأ. يعني معناها يعني الناس ساكتة على السرقة وكلتنا مسكت. إيه يعني أنت لو من 2008 لحد الآن. أنت لو تسكت تقبل باللي بوقك لو. حكينا وانضربنا وانسجننا وانكتلنا وحكمونا، خاف ما تعرف يعني حكمونا بدعاوي نشر وضربونا طلقات هبينا بالشارع وكل شيء، ماكو شيء مسوينا، قطعوا راتبنا، خاف ما تعرف هالقاضي اللي عدم صدام حسين كم يقول إحنا ضد صدام. بعد ما قطعوا راتبك هسه؟ كل 4 أشهر قطعوا وبعدين رجعوا، بنطلع بالتلفزيون يقطعوا مرتلهم. زين خلينا نروح على البوست الثاني شباب. حيدر مجيد كتب على صفحته بفيسبوك، وهو المتحدث باسم الأمانة العامة للوزراء أيضا، وهو يكو شركات كبيرة رغم حجم الدعم والتمويل بس بضاعتها ما توصل للمستهلك بسبب سوء الترويج والتوزيع لبضاعتها وضعف الدعم اللوجستي أو فساد الموزع والمروج أو تواطؤ مع شركات منافسة. نفس سالفة الكهرباء، الإنتاج لا بأس به، المشكلة كبيرة بالتوزيع، الفساد وقدم وتهالك الشبكة والخطوط الناقلة واستخدام مواد رديئة المنشأ وكثرة التجاوزات غير القانونية على الشبكة. يعني هاي المقاربة شوية منطقية تعتقدها؟ يعني هو شوف سبب كل المشاكل هو الفساد بالتأكيد. يعني لو كان استخدام رشيد للمال كان في غضون سنة ونص فضينا مشكلة الكهرباء. بس احنا ان شاء الله بتسهيل الله قال ننتظر سنه 2013 من تجي مثل ما قال السيد الشهرستاني حتى نصدر كهرباء قريبا ان شاء الله 2013 بعيد ان شاء الله. السيد طارق المعموري الناشط القانوني، انا اشكر حضرتك كثيرا ونلتقي ان شاء الله في مرات مقبله، هاي مو اخر مره. والسيد القاضي منير حداد كذلك، انا اشكر حضورك
يعني احنا بعدنا نقول لك قاضي وهاي صفه ما ممكن نشيلها. شاكر حضورك كثيرا. شكرا جدا، شرف بيك وبصديقي. لي الشرف، شكرا جزيلا. وانتم سادتي المشاهدين الكرام، التقيكم في حوارات مقبله باذن الله تعالى، في امان الله.